مساء الخير وتحية محبة لكم مشاهدينا من أوغريت. أسبوع الآلام، يوم الجمعة الحزينة، أحد الفصح، كلمات منرددها مع اقتراب عيد الفصح. بهذا العيد منقول المسيح قام حقا قام. كسوريين دايما الأمنيات بتكون بقيامة سوريا، تنفض عن نفسها غبار التعب والحرب لحتى تحضن أبنائها من جديد. بهالأعياد دايما منستغل الفرصة لحتى نتقارب ونتحاكى وتتلاقى عينينا ونقول لبعض انه ما منتمنى الا المحبة والسلام والمسرة. يا ترى هذا الامر منقدر نحصل عليه ونحن عم نعيش كل هالظروف الموجودة؟ يمكن منقدر اذا كانت المحبة موجودة واذا استمرت واذا بحبشنا عنا كتير منيح بقلوب كل المحبين. نحن وانتو بدنا نقول فصح مجيد. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. كما يباد الدخان يبادون، وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. كذلك تهلك الخطأ من أمام وجه الله، والصديقون يفرحون أمام الله وينعمون بالسرور. المسيح قام من بين الأموات، ووطئ الموت بالموت، ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام حقا قام. طقوس جميلة تقام. أجمل ما في هذه الطقوس أنه نحن من خلالها بنقدر نقول عم نحارب الشر بالخير. خلونا نحن وأنتو نوقف أكثر عند هالطقوس، خلونا نعايد بعض مثل ما تعودنا أنه نحن كسوريين نعايد بعض، خلونا قراب وما تفصل بيناتنا هالشاشة الفضية. بدي لكم مشاهدينا يسعد مساكم ساعة من هالوقت بدنا نقضيها برفقتكم، كلمة ولحن وعادات وتقاليد وطقوس. معكم بدي رحب بضيوفي اللي كتير بتشكر حضوره معنا، قدس الأب المتقدم في الكهنة جورج حوش. أهلا وسهلا فيك. المسيح قام حقا قام. حقا قام، يسعد أوقاتك. حقا قام. قيادة مجيدة لألكم وللشعب السوري بكامله، لمحبة هالشعب السوري اللي عم بعيش حياة النصر والظفر بقيادة الرب يسوع المسيح. أهلا وسهلا فيك. الأستاذة المربية الفاضلة مها يونس، أهلا وسهلا فيكي. وجودك اليوم معنا بعيد الفصح ما عم بيكون وجود فردي، إنما اليوم أنت جايبة جزء من العائلة معك. بدي أقول لك أهلا وسهلا فيكي. كل عام وأنت بخير. أنت بخير. بطرس صايغ، هلا أنا ما بدي كتير كبرها للماما، يعني ما بدي كتير أقول للمشاهدين، بس بطرس فنان متعدد المواهب. بدنا نحكي كتير عن الأمور اللي شارك فيها وهو لسه سنة أولى فنون، يعني خير لقدام إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك. سلام. شكرا. أستاذ جورج نمر، أهلا وسهلا فيك. من خلال لقاءاتنا الكتيرة، جمال الصوت وعذوبة الكلام وهاللحن الحلو اللي بتقدم لنا إياه، بدنا أول شيء نتشكرك على معايدتك اللي بلشنا فيها حلقتنا. وبدي أقول للمشاهدين يستنوا، لسه في أغاني كتير لقدام. يسعد أوقاتك. العام وانت بخير. تسلمي. ينعاد عليك يا رب وعلى سوريا، وإن شاء الله بتكون القيامة لقيامة سوريا من بين الرماد إن شاء الله. إن شاء الله بينعاد عليكم جميعا، وبتكون القيامة قيامة سوريا من بين الرماد والنصر المظفر بهمة جيشنا العربي السوري وقائدنا البطل إن شاء الله. هلأ عم برافقك موسيقيين، أنا بدي أقول لغزوان العبدو أهلا وسهلا فيك. أكثر من آلة بدك تعزف عليها اليوم لحتى نشوف شو بدك تقدم لنا. ونضال بكرو كمان بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك. العام وأنتو بألف خير. أبونا دايما بالأعياد قلبنا بيصير يطرق كتير، وهيك تجينا هاي المشاعر الجياشة اللي من خلالها ما منقدر بدنا نصالح اللي مخاصمينه، وبدنا ندق البواب وبدنا نحكي مع الناس القريبين والبعاد. بتحس بيخيم علينا شيء من الحب الروحاني
يمكن بيجي بدون استئذان بمثل هالفترة. فخلينا نبلش بالمحبة، رسالة المحبة، خلينا نبلش بالخير اللي بيغلب الشر، واللي بنتأمل يا رب إنه يغلب الشر وما طول كتير المدة فيه. آمين يا رب. ما من حب أعظم من أن يبذل الإنسان نفسه فداء عن أحبائه. المحبة الكبيرة هي اللي عم نعيشها، هي بفترة العشناء، بفترة أسبوع الآلام، هي الفداء العظيم يلي الله تعالى نزل صالح البشرية بعد سقوطهم بابنه الوحيد الرب يسوع المسيح. صالحهم، فدى ابنه هالحمل، قدمه عن البشرية ليقول لهم تعالوا رجعوا أيها المتعبين والثقيلين الأحمال، أنا بدي ريحكم، تعبتوا، أنا هلأ بدي ريحكم. فإذا نحن قمة العيد هو انتصار المحبة، لأن هو الله محبة. الرب يسوع هو الله، انتصر بانتصاره، انتصرت المحبة على الشر يلي خيم على العالم. ونحن هلأ بهالعيد عم نتذكر، وما بس عم نتذكر، عم نعيش انه مثل ما تفضلتي لازم المحبة بدون اي تفكير هي اللي تضغي وتطفي على الكل، وينسوا هالقبر يلي هو مقوقعن، انه في حدا حطم هالقبر، حطم شره وانتصر ونبع منه نبع الخير من بدو جديد ليرجعنا الى حقيقتنا الاساسية يلي هي سكن الملكوت، انه كل الناس اصبحت ابناء الله، واللي بيكون ابن لله هالإنسان هذا ملء المحبة، لأن الله هو محبة. أكيد الله محبة. ستمها كمربية وكأم بتحسي أنه في شيء نحن بدنا نغرسه بنفوس أولادنا وبنفوس اللي حوالينا وبنفوس طلابنا، وحضرتك أستاذة للغة الفرنسية، فالتربية والتعليم ما بينفصلوا. أكيد. شو هي الأمور اللي أنت كتير بمسيرتك كنت حريصة أنه تكون موجودة قبل التعليم؟ شو هي الأشياء اللي أنت بتحسي أنه هي نابعة من ذاتك وبتريدي أنه أنت تغرسيها بالآخرين؟ هي أهم شيء مثل ما تفضل أبونا جورج وحكى، هي المحبة. يعني أنا وقت بزرع المحبة بولادي كل الأمور بتصير سهلة. هي مثل الشمس، يعني المحبة هي قوت العالم، يعني بلاها بصير كلياتنا ظلام بظلام. يعني أهم شيء أني هيدي الأمور هاي تكون، أهم شيء أني زرع المحبة والصدق بين الكل، بين الطلاب، بين الأولاد، العائلة. عندي إياها هي الأساس، محبة. وبالمحبة بدنا نبلش. بس معك جورج بدنا نسمع هلأ شو بدك تسمعنا. أكيد عنا غنية كمان، أنا غنية دائما بالأعياد بتدل على المحبة وعلى الجمعة الحلوة اللي متعودين عليها نحن ببلدنا الغالي. نقول يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا، يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا، أهل وأحباب تلاقينا، أهل وأحباب تلاقينا، يا رب تكمل فرحتنا. يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا، يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا، أهل وأحباب تلاقينا، أهل وأحباب تلاقينا، يا رب تكمل فرحتنا.
محلانا نحي السهري موال ورقصة وغني محلانا نحي السهري موال ورقصة وغني كل شاب وحده صبي كل شاب وحده صبي ننزل عالساحة بدبكتنا يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا أهل وأحباب تلاقينا أهل وأحباب تلاقينا يا رب تكمل فرحتنا وحياة عيون اللي حبوا وبقلبي عاشوا وتربوا وحياة عيون اللي حبوا وبقلبي عاشوا وتربوا لما بناديهم بيلبوا لما بناديهم بيلبوا وبتحلى معهم سهرتنا يا عيد الليل سهرتنا طولها وزيد محبتنا يا عيد ليلي سهرتنا طولها وزيد محبتنا أهل وأحباب تلاقينا أهل وأحباب تلاقينا يا رب تكمل فرحتنا يا رب تكمل فرحتنا يا رب تكمل فرحتنا ان شاء الله. بطرس كنت عم بتغني معه انت كمان بتغني بالاضافه للشيء اللي بدي اذكره بعد شوي. بطرس الي مره الي مره يعني عائله فنيه وعلى فكره يعني بطرس كمان بيقربني يعني فهن صحيح مهتمين اكثر شيء عائلتهم بالرسم وبالتصوير بس اخذين مني هيدي ان شاء الله اخذها طبعا اغني لانه قرب لك المايك ويعني عم تشارك قال مني اخذ اغانيها ايه. هلا بطرس انا بعرف انه انت طالب سنه اولى فنون بعرف انك بترسم كثير حلو بتعرف انك مصور فوتوغراف رائع بتاخذ لقطات ظريفه بعرف انه انت شاركت بمهرجان شبابي مهرجان خطوات وشاركت بعروض مسرحيه تمام. فبحس انه يعني الفتره اللي بلشت توعى لاهتماماتك اللي الشبابيه يعني هي قصيرة مقارنة بالإنجازات يعني خليني أقول لأنه قلت لي سنة أولى عقلي هيك حسبة سريعة أنه أيمتى بلشت. حتى بشكل عام أنا سنة أولى بالفنون الجميلة بس يعني لما دخلت الفنون أخذ لهلأ كل وقتي من الساعة 8 الصبح تقريبا لستة المساء بالمراسم نحن بس قولي جو حلو كتير كتير يعني مع أصدقائي والدكاترة اللي عنا رائعين فنانين أنتو يعني شيء كتير رائع هذا الجو الفني شيء كتير حلو بتحس أنه خلص عم تسمو المشاعر الإنسانية فوق. احكي لي عن الاهتمامات عن هالمشاركات المسرحية اللي هي عم تجي اجت بكير. لما كنت انضغطت بصراحة بالتاسع يعني بتعرفي ضغوط يعني ولد وهيك ففي شيء بدي يفرغ طاقة فيه ويعني ميولي ما انه دائما الكافيتيريات وهالقصص يعني طلعت هيك في مجموعة من شباب رفقات يعني تعرفت عليهم وعملنا ورشات عمل بالمسرح دخلنا كذا مجال يعني مسرح سينما ويعني لما كنت بالمدرسة البداية قلت لي كانت مسرحية ايه تمام عملتوا انتوا اديتوا اعمال مسرحية كانت شاركتوا عملنا عروض ولا تأليف ولا شلون؟ لا عملنا عروض وكانت مشاركات باحتفاليات حلو. يعني مع صارت من فترة كمان مع الفنانة ليندا بيطار احتفالية لمقهى صبح ومساء شاركنا كان في عيد ميلاد السيدة فيروز مشاركتكم كانت منظمة ضمن إطار مجموعة احتفالية حلو كذا عروض يعني مو مشاركات وعروض آخر شيء كانت المشاركة بخطوات أفلام
كانت ايه بطلع. عملنا سكتشات بعدها وعروض وشاركنا فيهم كمان بعد خطوات حتى. عملنا كمان مسرحيات ومشاركتي بخطوات كانت بفيلم، بس قبل بسنه كان في ورشه عمل كثير حلوه وجميله شاركت فيها بالاخراج والسيناريو، مدخل لاخراج وكتابه السيناريو للفيلم القصير. حلو. هلا انا بدي اوقف عند تفصيلا، ولكن بعد ما ارجع لعند ابونا، لما بنشوف الشباب قديش الحياه عندهم مستمره وكل شيء عم بيعدي علينا ما عم بيخليهم يتعبوا، يعني لهات الحياه اليوميه ما بيخليهم يوقفوا، عم يمشوا وعم يتسارعوا هالخطى الحلوه اللي عم نمشي فيها. نحن ما وقفنا، نحن مستمرين. لما بنقول عيد فصح بنقول طقوس من خلالها نحن عم نوقف بالاسبوع الاخير بالصيام، اسبوع الالام، مسيره عم تقام، عم نشيل الصليب الكبير، عم نمشي بالشموع، ونحن عم نتمنى دائما المحبه والسلام والفرج. خلينا نحكي اكثر عن هي الطقوس الحلوه، لما بنسردها نحن بنتعلم كيف ما كنا وين ما كنا نحن سوريين، بنتعلم انه رساله كل الاديان هي المحبه، وعلى المحبه يمكن هي دوانا او دواء الازمه اللي عم نمرق فيها. عندنا الشاب السوري. الشاب السوري عندنا الطفل يلي عم يرعى بهالبيت، لان نحن الشعب السوري شعب مؤمن. شعب مؤمن، ونحن الشعب السوري نؤمن بالقيامه. الشعب السوري نؤمن بالقيامه. وفي عندنا ايمان مطلق انه لولا القيامه الديانه باطله. الاسلام والمسيحيه، لان الاسلام والمسيحيه يؤمنون بالقيامه. مشان هيك بنربي اولادنا انه في يوم من الايام بدك تعيش القيامه، بدك تعيش الحياه يلي بدك تنتقل فيها من الارض للسماء. هيك علم الانجيل الكريم والقران الكريم، هيك تعلموا اولادنا. مشان هيك الشاب السوري عم يتربى بهالبيت المؤمن. عندنا فتره هالصوم يلي بالكنيسة مثل بقية الأصيام عند اللي كان بالإسلام أو بالمسيحية، بالصوم نحن عم نربي هالشاب أنه أنت بهالفترة في عندك صلاة وصوم. هالصلاة والصوم بهالاثنين هدون إذا ما قدرت هالسلاحين تعيشهم وتمارسهم ما رح تقدر تنتصر على الشرير. فإذا هالشاب عم يتهذب بهالصلاة وبهالصوم. الوعي الكامل صفى عم بينمو وعم بيرافق الشاب السوري. مشان هيك بتلاقي الشاب السوري مميز. حتى ليش بحبوه بالعالم؟ بحبوه بالعالم لأن هو اصطبغ الصبغة التدين الصحيح. مشان هيك بتلاقي الدين الصحيح بسوريا، إن كان بالمسيحية أو بالإسلام. وهذا سر، نحن نقول في سر القيامة، في سر الدين هو بسوريا. لأن هلأ إذا بدنا نتطلع، الله تجسد بالأرض السورية، والقيامة صارت من الأرض السورية، النزول والطلوع هي من الأرض السورية للعالم كله. فإذا هالشعب اللي اختاره الله هو شعب مميز، مشان هيك بتلاقي طينته بيئته تربيته مميزة. مشكلتنا نحن عند الشاب السوري، يعني المشكلة عند السوريين بشكل عام، محبتنا الكبيرة بنحب الآخرين مثل ما صار بالضبط. ايش بدنا نعتبره مشكلة؟ بنحب المشكله، لان في شغله، في وقت من الاوقات المسيح سحب الصوت بالهيكل، ادب. محبتنا لازم يكون فيها تاديب، لازم يكون فيها تاديب. الاخرين يعني حواء هي جزء من ادم. المشكله صارت عند حواء، وقعته لادم. بحبها كثير عيله، وقعت الشرير وقع. نفس الشيء الشعب السوري اللي صار فيها، نحن بنحب كثير، بنحب اخوتنا، بنحب اهلنا اللي هن شايفينهم كلهم بالامه العربيه، دخلوا فينا بنحبهم بدنا نحتضنهم، بس دخل الشر معهم، صرنا بدنا ننفض بقى الشر. مثل ما هلا كان عانى ادم سليله ادم، عشيره ادم لما نزلت عانت لحتى قدرت صلحت حالها ورجعت الى الحقيقه من خلال الاديان، من خلال الاسلام والمسيحيه. هلا نفس الشيء بدنا نعاني نحن لنقدر ننفض الانتفاضه من اهلنا اللي وصلونا هالشاب السوري واعي. مشان هيك بتلاقي بنقول نحن معتدلين، نحن ما لنا معتدلين، نحن لا، نحن اصحاب خير. نحن ما في عندنا حل وسط، ما معتدلين. الاسلام ما هو معتدل، هو خير
والمسيحية هي خير، ما في اعتدال، نحن حاملين الخير، الطرف الثاني هو ما نحامله بالضبط بالعالم. مشان هيك تربيتنا نحن للشاب السوري هي تربية مملوءة بالنعمة الإلهية من القرآن الكريم ومن الإنجيل، مشان هيك بنفهم القيامة صح نحن السوريين من عمار غيرنا. بهالمفاهيم الحلوة أنا بدي أنتقل لعندك مباشرة ست مها. حضرتك قبل شوي قلتي لي عن المحبة، إن كان بنفوس الطلاب إن كان بنفوس العيلة. أبونا حكى كلام كتير حلو من خلاله، ما بتقدري إلا أنه تقولي فعلا المحبة هي اللي بتحمل الخير، هي اللي بتحمل السلام، هي اللي بتحمل المسرة، هي الكفيلة أنه هي تحل كل شيء ممكن نحن نواجهه بشكل أو بآخر. شو هي المحبة اللي رعت هالمواهب؟ شو هي المحبة اللي تقدمت لحتى نقدر نقدم شيء فني مسرحي إخراجي؟ يعني عم أحس أنه في كوكتيل مواهب بده رعاية. هلأ لهلأ لسه أنت ما حددت اتجاهك على فكرة. تمام. احتمال يصير في تغيير خلال السنوات اللي جاية. تماما. يعني هيدا الشيء موجود من الأساس بين العيلتين، بيني وبين أبوه موجودة هالأمور الفنية، كان هو ولا أنا منحب كتير الاتجاهات الفنية، فجماعة بترس بهالمجال هيدي ونحن شجعناه، يعني ما وقفنا على هذا. بترس كمان بيعزف بيانو نوت وهيك، يعني عم نحاول دايما شيء بحبه نقدم له إياه، يعني هيك التعامل بالبيت بصدق بمحبة بنقدم له هذا، ونفس الوقت هو كمان عم يعطي، يعني بده يقدم لنا شيء يظهر لنا اياه يثبت وجوده. مثل ما قال ابونا قبل شوي انه في حزم من خلاله، يعني عم نقدر نحصل على التهذيب. لازم يكون في شوي هيك وهيك وهيك، يعني وقت الجد جد وقت ال لكم انه انتم كمان ضحيتوا. استاذ جورج انا ما سمعتك، انا ما سمعتك. يعني اكيد لازم يكون هيك، بين لكم انه انتم التضحيه اللي ضحيتوها قدامه اللي حققتوا له كل المتطلبات ليمارس هواياته، اذا ما في مساعده من الاهل. عم نحس انه الهوايات فيما بعد عم بتصير. هلا انت بلشت عندك القصه هوايه ولا مباشره احتراف؟ لا انا كلياتنا بلشنا بالمدارس مثلا، كنا هيك يعني كانت مثل بدي اقول لك يعني لعبه اطفال كانت. بس انا احب غنية، حط بالفرصه مثلا اقعد غني لرفقاتي، تجي عنا حصه موسيقى يجي استاذ الموسيقى مين بيغني، كلهم يقولوا له استاذ جورج بيغني. فانا طلعت براسي هاي الشغله انه انا صوتي حلو بغني، رفقاتي عم يطلبوني. بعدين استمرت معي، كنت انا والاب جورج كنت روح رتل معه بالكنيسه، كنت يعني حب انا كل شيء بيحب بيهذب لي صوتي، انا كنت حب انا يعني نمي له صوتي فيه. ف اي شيء ببلش بموهبه صغيره، بعدين بدك بقى الدراسه، بدك الممارسه، وبدك مساعده الاهل والاصدقاء اذا ما ساعدوني وبدك المحبه. طبعا المحبه. هلا مثل ما تفضل ابونا الموضوع اللي حكاه كثير كثير حلو، فانا هو عم يحكي، انا عم بتخيل بمقوله بيقول اذا طعنت في الخلف فاعرف انك في المقدمه. فنحن شعب مثل ما تفضل ابونا شعب محب، بنعلم المحبه، بنعلم التسامح. في عالم ما كثير قدرت لنا هالشيء هذا، احتضننا كل العالم، فبالاخير طعنونا. مزبوط. فبالاخير انت بتكوني راضيه بتصرفاتك، راضيه ضميرك، فبتحسي انك انت قدمت شيء، والاخير الا ما يصح الصحيح. انا طعنت بالخلف لاني انا في المقدمه، بس بالاخير انا حققت المتطلبات اللي انا متربى عليها من صغري. مثل ما تفضل ابونا، اهالينا ربونا على المحبه وربونا على التسامح. يعني ما بحس انا في مواطن سوري بكره مواطن سوري، ما بتخيلها. ابونا ما انهزت هالمفاهيم بالوقت الحاضر؟ هلا انهزت مثل العاصفه المرأة بشكل آني؟ ايه بشكل آني، مرقت العاصفة، لأن استغلوا فينا هالمحبة، استغلوا فينا المحبة. كيف استغلوها؟ استغلوا أحلى ما فينا. ايه بالضبط، ما هو استغلوا أحلى ما فينا. اجوا حكونا بكلمات، سمعونا أنه هي مرضية عند الله. طلعت هالكلمات ما أنا مرضية عند الله، اكتشفناها. نحن الآن شعب بنحب الله، سمعناها منهم، سمعناها منهم. لأن هلا نحن عم ننبه اولادنا. هلا حكى جورج واستاذ الياس كمان كانوا بتذكرهم، هلا عم اتذكرهم طفولتهم، انا عم اتذكرهم هالمواهب. لما كانوا ينوجدوا بالكنيسه نطلب منهم سهره يشتغلوا فيها،
يشتغلوا، ندعي فيها الجيران، ندعي فيها جيران، مثلا نطلع مطرانية صلونفي ندعي فيها هالجيران يلي حول صلونفي، حول المطرانية عفوا. كان يجوا كل الجيران، كان يجوا من كل في، كان نصيف جايين من حلب، جايين من اللادية، جايين من المحافظات حتى بلدان، ما اطلع مين هذا. نحن من الكل قاعدين كلياتنا مع بعضنا، ما بيهمني مين يكون، جورج، محمد، علي، ما هون المهم. نحن مين؟ نحن عيلة وحدة قاعدين كلياتنا وسهرانين للصبح. بس هيك غني. عشنا أبونا، نحن هيك عشنا. إيه نحن هيك يعني عشنا. نحن عشنا حتى بالحارات قديش كان شو الغير؟ إيه؟ شو الغير؟ هلا الغير هو ما غير، هو انهز لفترة معينة. أنا أبو العاصفة. بس شو خلى العاصفة هذه تلوننا مرحلة مثل الغبرة لما بتكوني أنت لابسة بأحلى ما يكون، إجت العاصفة بتعطيكي غبرة، بتروحي بتتحممي بتلبسي تغيري ثيابك وترجعي لأصلك لحقيقتك. نحن هلا هي غبرة علينا. غبرة وبدها تمر وعم تمر وعم نغتسل نشكر الله منها. بس المشكلة انه بقى بدنا نعرف كيف نحصن حالنا من هالغبرة. بدنا نحصن، بس نحن ربينا اولادنا. ربينا. جورج بيغني للكل. منرتل بالجامع. منرتل بالكنيسة. هلا انا كنت مع اخوتي المشايخ. بعيدونا. منعيدهم. منكون مع بعضنا. بيجوا بيقولوا لنا المسيح قام، بنقول لهم حقا قام، بروح بعيدهم بالعيد الاعياد. نحن هذه نحن هي تنتنا السوريه. بس بدنا ننتبه انه للحرف، الحرف اللي بدي اعطاه لابني انا. انا كخوري عن منبري بدي اعرف انه عيلتي ما هي ضمن هالحجر، في عيله اشمل. انا لو كانوا معي بالكنيسه عم نصلي، قال له من قريبك؟ قال له الذي صنع معك الرحمة. يمكن قريبي يمكن يكون جوا مثل الفريسي اللي واقف قدام الأيقونة، طلع ما هذا هو اللي عم بيصلي ولا هو القريب. قال له اذهب عني روح. طلع هذاك القاعد بالزاوية، طلع هو طلع القريب. بدنا نعرف انه عائلتنا الكبيرة، نحن العائلة السورية اللي عم نصلي فيها ما ضمن حجار كنيستنا او الجامع، هي ضمن سوريا كلياتها. اوسع بكثير. هلا انا بدي انتقل لعند الاستاذ غزوان، بدي اساله عن الحنين. لما عم يحكوا عن المحبة وعن التسامح وعن الطريقة اللي نحن من خلالها ربينا وربينا أولادنا، في عندك حنين، فلمين بيكون وقت اللي بتنذكر المحبة والطريقة الظريفة اللي ربينا عليها نحن كسوريين وحالة العيش الحلوة اللي ميزتنا عن كل دول العالم؟ مساء خير. مساك ورد. تحية لكل سوريين، لكل سوري حمل حب سوريا في قلبه. الحنين لسوريا الآمنة، الحنين للزمن الجميل اللي عشناه كلياتنا مع بعضنا. مثل ما قال أبونا، العاصفة يمكن أخذت الورق الأصفر، بيه الورق الأخضر ونحافظ على البرعم الصغير. الحنين رح نرجعه إن شاء الله، وقت نعلم أولادنا مثل ما قالت المربي الفاضلي الست مها، إن نعلم أولادنا حب سوريا. ومثل ما قال أستاذ جورج، كيف التآلف والتآخي مع كل شعب سوريا. رح أقول لك، استذكرت هلأ بيت شعر هو إلي، دين طه والمسيح اتحدا، أصبح نجما منيرا زاهيا، لا تهاب غدر كل الأشقياء، حسبنا الله وكيلا حاميا، حسبنا البشار سيفا ماضيا. كل عام وانتم بخير وفصح مجيد لكل سوريا بكافة أديانة وطوائفة، والحنين دائما موجود لبلدنا، لضيانا، لذكرياتنا، لكل حد تهجر من بلده، تهجر من وطنه، من قل له نرجعه. ما لنا غير بلدنا، ما لنا غير سوريا، نحن من عمره، ما حد رح يجي يعمر لنا إياها، نحن من عمره إن شاء الله. أستاذ جورج، هلأ الكلام اللي سمعته من الأستاذ غزوان بيحرك عندك مشاعر ضيعة ونسايم ومحبة وتسامح وتاريخ طويل وحالة عيش فريدة، فبدك تحكي عن الحالة بغنية ولا بدك كلام أول شيء؟ بحب أحكيها بغنية. غنية. كلام أستاذ غزوان ذكرني بأغنية كتير بتمس الأحاسيس اللي حكى فيها. تفضل. نمل يا رايعة ضيعتنا. يا رايح
وبيحول طالت عنا غيبتنا يطول عمرك لا تطول يا رايح عضيعتنا برجوعك صوب يحول طالت عنا غيبتنا يطول عمرك لا تطول ليالك شو عبالك ضيعتنا الحلوة قبالك ليالك شو عبالك ضيعتنا الحلوة قبالك غني وقلي عقبالك بالخير علي فول غني وقلي عقبالك بالخير علي فول اشتقنا وطالت غيبتنا يطول عمرك لا تطول يا رايح عضيعتنا برجوعك صوب يحول طالت عنا غيبتنا يطول عمرك لا تطول مرقلي بدربك بتبين أول صورة بعيني غني عني غني خلي الموال يمول غني عني غني خلي الموال يمول اشتقنا وطالت غيبتنا يطول عمرك لا تطول يا رايح طول طول عمرك لا 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 تطول يسلم هالصوت بشدني الحنين ما بعرف لوين فيها كده الحنين ضيعتنا اكيد ابونا لما عم تحكي قبل شوي اختلفت عنا الطقوس الاحتفاليه بين القديم وهلا في أمور استغنينا عنا باحتفالاتنا ولا لا نحن حريصين على كل الأشياء القديمة الحلوة اللي كانت موجودة إنه نبقى ممارسة لا نحن كتير حريصين كتير حريصين على طقوسنا وشعائرنا الدينية لنمارسها ونعطيها لأولادنا كمان لأن يعني هالطقوس هي بتعيشنا بحياة نرتفع فيها كتير كتير الطقوس هي ممارسات بتخلينا ننتقل من هالعالم يلي عم نعيشه يلي فيها الضوضاء الى دخولنا في هالمملكه اللي عم نعيشها بهالطقس يلي هي مملكه المسيح قيامه المسيح يعني نحن في عنا بطقوسنا شيء بيقولوا الهجمه بالطقس هذا عمره من وقت ما اجوا التلاميذ النسوة على القبر ليشوفوا يحطوا يزوروا يحطوا البخور على قبر المسيح الحنوط اللي عندنا كانت اجوا التلاميذ بطرس بعد ما خبروهم انه القبر فارغ هجموا التلاميذ ركضوا ليشوفوا القبر نحن في عنا الطقس الهجمة منطفي الدواوي منحمل الشموع كما يذوب الشمع من امام وجه النار بيحملوا هالشموع وبيطلعوا كلهم برات الكنيسة وبيسكروا الباب لحتى الباب لنقتحم في الصلاة من قيمة برا ومنفتح الباب مندق على هالباب أيها الرؤساء ارفعوا أيديكم ليدخل ملك المجد انه انتصر على الشر انتصر على رؤساء العالم اللي تابعين الشر كل هالشموع هذه نحن عم نذوب مثل هالشمعة بس عم نعطي نور عم نضحي عم نقدم شيء عم نحترق هلا بس عم ننور
انا عم بحترق بس انور للسوري البدله، انا اللي عم بحترق على باب هيك. ومنتابع معه وست مها عم يحكي عن الطقوس الدينيه، بدي كملها معك ابونا، ولكن نفسها موجوده اجتماعيا ونحن حريصين عليها دائما. البيض الملون الاولاد بيتباروا، شلون يلونوه وشلون يتباروا بكسروا ايضا، الارنب الصوص الصغير، هالرموز الحلوه اللي نحن حريصين دائما انه تبقى موجوده وندفنها بالطريقه اللي بدنا نحطها لحتى تزيد محبتنا لها ونزرعها بنفوس اولادنا. قديش انت حريصه على هالتفاصيل الحلوه؟ يعني بينطروا الاولاد دائما، يعني كيف نلون، كيف نجيب الالوان ونعمل، كلنا بنجتمع كلياتنا على هالامور هاي، كل واحد بده ياخذ يلون البيضه ويرسمها ويعمل لها الزخارف لها. طبعا هي رموز حلوه كثير، هي طبعا القبر المسيح اللي طلع الى النور من البيضه، من هي طلع الحياه والنور، الصوص هو اللي بيكون جوا البيضه اللي بيطلع للحياه. يعني البيضة أيوة. ما التلوين تاعها؟ في شيء هلا مثل ما تفضلتي أيوة. هي بريد تتركز عليها. طبعا هي عم تكفي قطعتها لما توخزيني. لا تفضل. البيضة لا نحن عم نشارككم بحديث أيوة. واحد. البيضة هي رمز القبر. مثل ما الصوص جوا دفين. مشان هيك انا أيوة. وقفت عندها اجتماعية. كسر البيضة. كسر البيضة انه المسيح كسر القبر. ايوه. اقتحم مثل ما الصوص بين اور بيطلع لحاله. انتصر. بنظر الكل انه هذا ضعيف ميت جوا، طلع مانو ميت جوا، طلع قوي اقتحم اجوا لقاه الحياة. ايوه مو يعني طبعا احنا بنلون هلا وبننبسط لنعمل فرحه كبيره، بس هي الاساس. هل انه هالبيضه المدفون جواتها الصوص ضعيف بنظر الكل، هو طلع مانو ضعيف، قدر حطم وطلع للحياه وعطى المنتصر. نحن بنلون لنفرح، هو اسبوع الام ولكن بالنهاية منعايد بعض ومنفرح ومنهني بعض بقدوم العيد. أبونا وقت اللي كنت عم تحكي لنا عن الشموع، شلون أنه نحن يعني مثل الشمعة بدنا نحترق لحتى النير الآخرين، فهذا الأمر لسه لهلأ طبعا بيحملوه طبعا بتحملوه أيوة أكيد ليت الفصح الكل بيحمل الشمعة وبيدور. بعدين نحن في شغلة كتير حلوة هي انه باسبوع بجمعه الحزينه بالذات نحن عم ندفن المسيح، نحط بندور بالنعش، بس بالاخير اول شيء الكهنه والناس، الكهنه بيلبسوا ابيض ما بيلبسوا الوان الا الابيض، انه نحن عم ندفن شيء منتصر حي. بوقتها نحن عم نعيش كنا عم نقول يا يسوع الحياه، يا يسوع الحياة في قبر وضعت. بآخر الصلاة نحن بالدفن أن ننتبهوا هذا القبر، هذا هو رمز للحياة، أنه لا تخافوا منه. وهيك بقول لهم للشعب السوري هلأ نحن عم نحتفل بالأعياد وبطقوسنا وبعاداتنا، منذكر نحن هلأ في مرحلة عم نعيشها بالآلام ولكن فيها قيامة، وإن شاء الله تكون القيامة دائمة. بطرس كثير من اللي عندك أنت شاب، وبهالفترة عم نلاقي الشباب موجودين بكل مفاصل الحياة على الرغم من عمرك الصغير. بتمنى لك طول العمر والنجاح، وإن شاء الله يا رب الشيء اللي بتتمناه تلاقيه بين إيديك. عم نشوف الشباب موجودين، عم نشوفهم متطوعين، عم نشوفهم مشاركين بجمعيات أهلية، عم نشوفهم عم بيقدموا الرعاية، منتسبين لأكثر من نادي، عم بيحاولوا يعملوا شيء من المكان اللي هن فيه. أنت كشاب من عيلة فنية عندك هالمواهب الكتيرة، شو هي أكتر إشياء بالحياة بتريد أنك تركز عليها، إن كان بأفلام إن كان بمسرحيات إن كان بمشاركات؟ شو هي المسج تبعتك أنت كبطرس الصايغ واللي رايد توصلها لرفقاتك مجتمعك الصغير ولسوريا الكبيرة؟ هلأ تماما على فكرة البيئة اللي بتعيش فيها بتأهلك لحتى يكون لك، بترسم لك مستقبلك بشكل باللاوعي. يعني يعني أنا كبرت يمكن كان الأغاني اللي اسمعها بالبيت شيء إنه أغاني راقية قديمة، مو هيدون الجداد كتير، وحتى الأفلام اللي كنت أحضرها يعني ماما كانت حريصة على الذائقة الموسيقية إنه هي البابا تمام حتى الحديثة الحلوة كمان في انتقاء يعني
حتى الافلام اللي كنت احضرها في مثلا مدروسه ايه اولاد عمتي اكبر مني كثير ماما كثير متعبه حالها انا بعرف اكبر مني كنت هن كان عندهم مكتبه سينما فاتحينها هون سافروا الله يوفقهم يا رب كان يعطوني افلام حتى الافلام كنت احضرها كانوا هن ينقوا لي اياها بحيث انه هالافلام في منها غرض يعني فيها شيء فني مو كان هيك يعني هيدون شغلات بتساعد يعني انه الشاب يكون في خلاصه فيه عرفتي كيف فنيه وهيك اذا بنمشي على المبدا هذا والشباب عنا بهالهمه هيك يعني في هلا شباب كثير بلشوا يرسموا مستقبلهم صار في توسع بالافاق والعلم وهالقصص فكثير صار لهم دخلات حتى الشباب السوري مميز برا يعني المهرجانات السينمائيه الموسيقيه انت اخذت جائزه بمهرجان خطوات انا كان لي مشاركه بنتمنى لاحقا ان شاء الله الجائزه ايه باذن الله ما قلت لي المسج اللي بدك توصله شو هي شو هي المعاني اللي انت حريص عليها هلا المعاني اللي حريص عليها انه كل شاب مو يلحق الموضه الدارجه يلحق اللي هو بده اياه يعني الجمال مثلا او الحياه الاخلاص للعمل الفني او مو سواء كان فني او اي شيء يعني هذا العمل ببالي انا بدي احققه مو الحياه الطبيعه بتحقق لي اياه انا شخص شاب بدي احقق اللي بدي اياه انا ايه وان شاء الله بتمنى لك توفيق استاذ جورج كان عندك تعقيب على بطرس انا بدي كان انه اقول له مثلا الافكار اللي هو انا فهمت سؤالك انه شو الفكره اللي بتحب تشتغل عليها وتوصلها للجيل اللي لك عرفتي لا انا يعني انت الفكره اللي لك انت مثلا شو اكثر شيء الفكره اللي كنت بتحب بتوصلها انت بعملك هلا الاستاذ جورج بقيان ما يمارس دور المذيع حابب يعني خليني اعطيه هالفرصه اتس اوكي انا موافقه عرفتي كيف فانا يعني ما بعرف حسيت هيك انه في شيء لازم احكيه يعني لازم تقوله ما بدي فمثل ما بتستقبلوني مطرب معلش شيء يوم استقبلوني مذيع اهلا وسهلا نحن سعيدين فيك وبصوتك الحلو قبلاني انك تحكي وقبلاني اكثر انك تغني فهلا شو بدك تسمعنا بعد ما حكى بطرس طبعا نحن بنتمنى لك كثير التوفيق هي المشاركات المتنوعة بنتمنى لها الازدهار بنتمنى شبابنا يكون عم يشتغل على هي القيمة اللي من خلالها فعلا بيقدر يقدم أشياء حلوة كتير لأنه نحن بحاجة أنه نكون فعالين ومنفعلين وين من كنا ومشاركين بكل شيء لأنه سوريا بحاجتنا كلنا طبعا شو بدك تسمعنا مسيو جورج نعمل شيء من أغاني المحببة باللهدئية عنا هون في أغاني كتير بحبوها تراث يعني تراثية أغاني ممكن. تراثية هلأ غنينا غنية لألي ونعمل شيء أغنية تراثية رعمل موال وغنية يا مثل في سيف لحظة بادني وردا ظلما ولا زال ذكرك للقلب وردا يا حبيبي يا مثل في سيف لحظة بادني وردا ظلما ولا زال ذكرك للقلب وردا يا من هل الشهد منك أبتغي وردا يا باي يا من هل الشهد منك أبتغي وردا دع
أكيد ملك سات الشين عني مال يلتجهلون الهوى بقلوب كيف ينام من يهتوي الرض برياض الزهور ينام يا 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 حبيبي يلتجهلون الهوى بقلوب كيف ينام من يهتوي الروض برياض الزهور ينام واللي يعشق الورد يشكل عالصدر وردة يا ويلي اوف اوف يا يابا يا مايلة عالغوص عيني سمرة سابتينا احرقي لي بالهوى يا مش عامل فينا يا مايلة الغصن عيني سمرة سابتينا احرقي لي بالهوى واشرف على الوادي واقول يا ميت مرحبا ونسم هوا بلادي يا ربي غيب القمر يا ويلي وتعدي بالوادي واخد حبيب القلب واسرح بي سوريا يا ما يا ما يا مايلة عالغصن عيني سمرة سابتينا يحرمني لب الهوى يا مش بطرس عمو جورج كتير حريص ينمي عندك هي الذائقة الموسيقية يعني بده يزيد لك المواهب وحريص معك خلص اليوم رايح بطلعك معي أبونا بقيان سورية بدنا نحكي عنا أمنا الكبيرة اللي اليوم محتاجة إنه كلياتنا نعطيها المحبة الخالصة نكون حريصين على تقديم المحبة بكل تفاصيلها الصغيرة بدون ما ننقص منها شيء لأنه القيامة هي التجدد والانبعاث والحياة الجديدة فنحن بحاجة لها اليوم شو بنقدر نعمل وشو لازم نعمل سوريا كلمة ما أنا مساحة جغرافية سوريا هي أم كل إنسان مؤمن بالقيامة مثل ما بلشت بحديثي سوريا هي بقعة ملكوتية مشان هيك الإخلاص والوفاء لإله بده يكون فيه الإخلاص لإله إله الكون لأن سوريا عطت للعالم كله القيامة منها من هون إن كان من القرآن الكريم ولا من الإنجيل إسلام العالم كله ومسيحية العالم كله بيأمنوا بالقيامة بس مصدرها سوريا مصدرها سوريا مشان هيك الخيانة لسوريا هي ما خيانة لتربة أرضية تراب
هي خيانة لإله المجد، إله المجد، لأن سوريا هي معشوقة الله، هي معشوقته، هي يلي أحبها كتير كتير. مشان هيك كانت الرسالات السماوية منا انبثقت من هون، ومن هون نعلن القيامة للعالم كله، العالم كله. أي مؤمن بالعالم مهما كانت قوميته، ما بقى بننظر لقوميته، بننظر للقبر يلي آمن فيه هو، إنه من هون طلعت القيامة. ننظر أنت مؤمن، أنت مؤمن بقيامة المسيح، بالقيامة بشكل عام بمفهومة بالأديان، فإذا أنت مؤمن بمصدرة. فإذا كل العالم المآمن والمتدين بده يآمن بهالبقعة يلي الله أحبها وعطاها هالحقيقة، وليست هي صورة ولا رمز ولا حرف مكتوب حبر، هي حقيقة، يعني ما بس منقريها بالكتب المقدسة، هي حقيقة تصدرت للعالم كله. فإذا سوريا للعالم كله، ما بس للسوري، إلى معنى خاص، إلى معنى خاص. والخيانة بأي مصدر لها من أي بقعة في العالم، عم بيخونوا سوريا، إذا فكرا عم بيخونوا وعم بيرضوا فكر صهيوني يلي عم بيحارب سوريا من وقت الخلق لهلأ، يعني اليهود عم بيحاربوها لسوريا من الخلق، هاي مشكلتنا. يعني ما عم بيقبلوا اليهود انه في شيء اسمه سوري الله بيحبه أكثر منهم، يمكن ما بعرف، عرفتي كيف؟ هذه المحاربة بالعالم كلياتها يلي ناس انطووا تحت جناح الصهيونية، ويلي هي اللي عم تطعن فينا، هي اللي عم تطعن بالضبط. مشان هيك السوري بيعتز ابن مين هو، والسوري بيعتز انه هو بفكر كل مؤمن في العالم. لما بدي احكي عن السوري او عن الدين المسيحي او الاسلامي، بدي اذكر القبر، وبدي اذكر الكتاب، بدي اذكر الاسراء والمعراج يلي ما صار بالسعودية، صار هون، بيجا الرسول الكريم اجى على بيت المقدس، على هون اجى، صار الاسراء والمعراج، ومن هون انطلق، ما من بلاد، ما رح ادخل بهالموضوع كثير. بس مشان هيك الخيانه لسوريا بالعالم مثل ما قلت هي خيانه لله، هي خيانه لله. هلا المطلوب مننا، نحن في شيء مطلوب مننا، هلا نحن عم نعيد، هلا وبدنا نعيد، وبدنا بس بدنا في صوت بدنا نوصله للعالم، بده يوصل هلا، بده يوصل مننا نحن. وعم قدموا رؤساء الكنائس بيان، قالوا من خلاله انه نتامل يعود الامن والاستقرار والامان لسوريا. بالضبط بالضبط. هلا في بالعالم كله طبعا، بالعالم، العالم مو في حقيقه بدهم يعيشوها اجباري، ولا في خيانه بتكون. اذا بدهم يغضوا النظر عن هالمفهوم، معناتها في شيء بينهم وبين الله بده يصير. يعني في حقيقة، يعني نحن الإيمان المطلق اللي صار في العالم بالأديان، هي من مثل ما كنت أقول، هي من هون انطلقت وراحت لعندهم. بولس الرسول حملها، بطرس، اندراوس حملوها، توما راح الهند، لحديك كل واحد انطلق للعالم كله، تعطوا هالبشارة، الرسالة المحمدية انطلقت منين؟ انطلقت عبر سوريا، راحت مرقت من هون، اجت من الجزيرة هي وراحة من هون، انطلقت وراحت. فإذا العالم ما بس بدنا اياها بالاحرف يكتب بيان، نكتب بيانات وعم نكتب، صرنا قديش عم نكتب، بس بدنا نجسد هالاحرف بقى. لازم تتجسد وتنزرع بمفاهيمهم هن، يزرعوها، لان نحن الصهيونيه بدها تضل عم بتجسدها وعم تشتغل فيها وعم تقدر توصل لاهل البيت. قال له مين عدوك؟ قال له اهل بيتك بالانجيل. قال له العدو هو اهل بيتي. صفوا، قدروا وصلوا. طيب نحن ما بنقدر نوصل خلاص لأهل بيتنا؟ نتأمل، هذا اللي بنتأمل، نقدر نوصل خلاص. بكلمة واحدة ست مها، الفصح، شو بتقولي؟ الفصح هو القيامة، وإن شاء الله يا رب أن سوريا كمان تنفض عن هالدمار وهالتعب اللي عاشته هالفترة. مثل ما قال أبونا، هيدي عاصفة رح تمر، نحن مؤمنين كتير بهالشغلة هاي، بعد المطر بعد العاصفة رح يكون الطقس الجميل، نحن ناطرين لسوريا كلياتها وللشعب السوري ان شاء الله يا رب. وان شاء الله يا رب الشعب السوري ما بينكسر. بطرس، شو بدك تشتغل الفتره القادمه وكيف بدك تعيدنا اليوم؟
هلا اول شيء كل عام وانتم بخير والشعب السوري كلياته بخير يا رب. نشتغل فن، نشتغل نقدم فن، بنقدم اخلاص للبلد من أكيد. ناحيه المسرح والموسيقى ومن كل النواحي، والفن رساله كثير حلوه. استاذ جورج هلا بدي منك كلام، لانه بعد ما نختم بدنا نوقف معك مع غنيه الوداع، هي اللي راح تكون مسك ختامنا. نحن بنقول فصح مجيد، ان شاء الله يا رب يعني كل المجد والعزة لسوريا ولشعب سوريا ولجيش سوريا ولقائد سوريا، ويعم الأمن والأمان يا رب. ووقتها بيكون عيدنا الكبير مثل ما تفضل أبونا، انتصرنا على الشر اللي طعنا بظهرنا، وإن شاء الله منتصرين بإذن الله. إن شاء الله. أستاذ غزوان شلون بدك تعيدنا؟ شو بدك تقلنا؟ وقت منشوف شباب مثل بطرس، وقت بشوف مثل عندي مجموعة من الأطفال بالطلائع، بشوف بعيونهم القوة. لذلك دائما عندنا الأمل الكبير، ما دام هناك شمس تشرق معناتها في أمل، بهمة شبابنا، بهمة أطفالنا، وبحكمة كبارنا سوريا منتصرة بإذن الله. وأنت أستاذ نضال؟ والله أنا بحب وجه كرتم عيادي للسيد الرئيس بشار الأسد، الله يطولنا عمره، ورحب للشهادة أنا، وبوجه تحية كبيرة للجيش العربي السوري، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير. أهلا وسهلا فيكم. أكيد مشاهدينا نحن ما رح نودعكم هلأ، بس في عنا غنية ختام أستاذ جورج بدنا نوقف عندها. قدس الأب المتقدم بالكهنة جورج حوش، شكرا كثير لكلماتك الحلوة. قبل كل بدي وجه محبتي بهالعيد وجهتها بكلامك، لأبناء الشهداء والشهداء، لأهل الشهداء، بقول لهم انه تذكروا بالقيامه انه الشهيد لا يذوق طعم الموت، ما بيعرف الموت، الشهيد حي. هيك هي تعاليمنا نحن. وبدي اقول لهم للجيش العربي السوري، انتم حراس القبر، انتم الحراس اللي سهرانين على هالقبر اللي هو في مصدر الحياه، وسوريا هي هالتربه الطيبه اللي انتم حراس عليها، للي كانوا الملائكة ساكنين حول هالقبر اللي هو موطن الرب يسوع المسيح المنتصر، وانتوا ساكنين انتم حارسين هالبقعة، بقعة سوريا. مشان هيك انتوا ملائكة، انتوا ملائكة، ما بس انتوا اجساد فيها دم، انتوا ملائكة احياء كمان لكم الخلود. وبوجه لكل رجال الدين من كل الفئات، من كل الإسلام والمسيحيين، بهاليوم الفضيل بقول لهم أنه منابركم خلوها تصدح، تصدح لمجد سوريا ولعزة سوريا هالمنابر. وبقول له للسيد الرئيس، أنت عم تجيب دفة الأمان لهالسفينة يلي هي عم تخوض هالظلمات، ولكن في النهاية بتكون قيامتها عظيمة في الميناء الهادي اللي أنت بدك تخليها تستقر فيه ان شاء الله. يا رب نتمنى لكم انتم التلفزيون. اهلا وسهلا فيك، بدنا نشكرك وبدنا نشكرك ست مها، ولك ايضا بطرس ومسيو جورج وايضا استاذ غزوان والاستاذ نضال، والشكر لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. هي رساله محبه، حريصين انه نحن من خلال نقول كلمات انه سوريتنا امنا غالي علينا، بالمحبه بنقدر نبنيها، نوقف جنب بعض ايد فوق ايد، اكيد بنقدر نعمل تغيير. هذا التغيير ما بيصير الا بالمحبه، ومثل ما قال ابونا قبل شوي، هي بحاجة لنا كلنا، ما بيصير نقصر لأنه أي تقصير هو خيانة. بدنا نقلكم فصح مجيد، بدنا نقول أنه القيامة انبعاث وتجدد، إن شاء الله يا رب ننفض عننا كل هذا الغبار ونخلص من أثر العاصفة ونرجع ننبعث من جديد ونعيش القيامة الحقيقية بانتصارنا. تحية إجلال أكبر لأرواح شهدائنا، تحية محبة لرجال الشمس، وتحية حب لألكن وين ما كنتوا عم تتابعونا. يسعد أوقاتكم، فصح مجيد. يا سوريا عز قدام، يا أجمل صورة رسام، يا سوريا
ويا أجمل وما بيه الهلال الخير غير ما نمرق فوق الشام يا سوريا متلك مين علي عن جمات جبيل يا سوريا متلك مين علي عن جمات جبيل شعبك من فجر التكوين بيفرش على المجد وبينام يا سوريا ويا أجمل سور الرسام ما بيه الهلال غير ما نمرق فوق الشام دلوني بردا وينو دمعت عيني من عينو دلوني بردا وينو دمعت عيني من عينه بين التاريخ وبينه عشرة أحباب وأيام يا سوريا يا أجمل سور ورسام ويا سوريا ويا أجمل سور ورسام وما بيه الهلال الخير غير ما نمرق غير ما نمرق فوق الشام